نستكمل بقية أخبارنا. وكمان النادي المصري بورسعيدي في الوقت الحالي على الصعيد المحلي مش ماشي بشكل جيد على الإطلاق، على الرغم من أدائه المميز جدا في بطولة الكونفدرالية أيضا زيه زي فريق بيراميدز، ولكن محليا بيتعثر من جولة لأخرى. ولكن مجلس إدارة قراراته محترمة وبياناته دايما بتكون بتدعم الجهاز الفني اللي بيترأسه طبعا وبيقود الفريق المصري بورسعيدي كابتن إيهاب جلال. فأصدر النادي المصري بيان بشأن مستقبل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد الخسارة من فريق أنفي بهدف دون رد في الجولة الثامنة للدوري، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق بورسعيدي بعد الخسارة من المقاولين العرب. وجاء في بيان نادي مصري تجديد ثقة مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ سمير حلبية في الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل. كمان قرر المصري إيقاف كافة مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى، وبيحتل المصري المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقط بعد خوض 7 مباريات.